دلوقتي هنتكلم عن موضوع تاني، وهو ايه؟ ال اليوزرز والبرميشنز، عن اجل الاندكس والباك اب شويه، لان فيهم اجزاء نظري كتير هنتناولهم بقى من سؤال ايه، سؤال واجابه وكلام ده. خلاص يعني هنناقشهم من خلال سؤال واجابه، الاندكس والايه والباك اب، ولو فيهم حته عملي هنطبقها. خلاص طيب، وما فيهم حته عمل ما تقلقش. لكن دلوقتي هنتكلم على ازاي كريت يوزر بيرميشنز بقى والاوثنتيكيشن على الداتابيز والكلام ده كله. ناخد بس مبادئ بسيطه جدا لازم تكون كل الناس عارفاها، زي مثلا كريت، ان انا كريت لوجن. خلاص اكريت ايه؟ لوجن، سميه مثلا احمد. الاول لازم تاكله طبعا بيبقى على يوز، ان انا بستخدم الداتابيز الرئيسيه اللي هي ماستر، لان المفروض ان انا اظبط الكلام ده على مين؟ على ماستر داتابيز. خلاص ممكن تختارها من هنا، تفتح من هنا تختار، او تكتب يوز ماستر، دي معناها ان انت اكنك فتحت واخترت ان هي داتابيز ماستر. خلاص انت اول ما يعني اول ما الاس كيو سيرفر بتعدي على الامر ده بتغير الايه؟ الداتابيز هنا فوق. يوز ماستر كرييت لوجن وسميته ايه؟ احمد، واعمل له بس باسورد، احط له باسورد بتاعه، فاقول له ويز باسورد. خلاص وادي له اي باسورد، مثلا اقول له احمد 123، ده الباسورد بتاعه. ماشي، ممكن اوقف دلوقتي هنا وانفذ، وممكن احدد بعض الحاجات الاخرى، ممكن احدد بعض الاشياء الاخرى او اوقف. فانا هحدد مثلا حاجه اسمها الديفولت اندرسكور داتابيز، يعني الداتابيز الايه اللي هي الاساسيه اللي بيشتغل عليها الديفولت داتابيز، واحدد اسم الداتابيز بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها، فاقول له مثلا الديفولت داتابيز بتاعته اللي هي نورث ويند مثلا. ممكن ما كنت ما حددتش. طيب ممكن كوما، واقول له حاجه اسمها المفروض اليوزر نيم دوت، او للاسف الباسورد ده بيحصل له يعني اكسبايرد، يعني اكسبايريشن، بعد فتره يقول له جدد واعمل ايه باسورد جديد. كده حددنا الديفولت داتابيز، لكن ممكن نقول له تشيك على الاكسبيريشن، يعني هل انا عايزه يشوف هو بقى له فتره طويله ما غيرش يوزر نيم وباسورد، فاطلب منه ان هو يغير يوزر نيم وباسورد، ولا مش عايز. خلاص فانا ممكن اقول له مثلا اوف، معناه ان انا مش عايزه ايه يشيك على الاكسبيريشن خالص، هو اليوزر نيم والباسورد زي ما انا اديتهم له وخلاص. هو بعد كده يبقى ايه عايز يغير بقى ايه اليوزر نيم والباسورد بتوعه. لكن لو عملتها اون يبقى بعد فتره معينه المفروض ان هو ايه يغير الايه اللي يغير الباسورد بتاعه. ماشي، في برضه من ضمن الخصائص ممكن احطها ممكن ما احطهاش، سيبك كفايه كده ولا تشيك بوليسيز ولا كلام من ده. لو جينا جربنا الامر ده كده وعملنا اكزكيوت، الباسورد بيساوي، بس هنا كلمه بت ايه بيساوي اكزكيوت، مش اسمها كده ان او ار تي اتش 1 ايكوال، برضه نسينا برضه ايكوال كده، قال لي كوماند كومبليتد ايه سكسسفول، وعمل لي يوزر جديد اسمه احمد، والباسورد بتاعه احمد 1234. لو جينا عملنا كده كليك يمين وقلنا عايز اعمل كونكت تاني، ودخلت هنا باحمد واحمد 123 وعملت لوجن، قال لي لا مش ما ينفعش من لوجن. احمد ماشي ما دخلش، ماشي انا ما دخل، نعمل له يعني احنا المفروض نديله صلاحيات، اديله جرانتس يعني اديله بعض الحقوق عشان يقدر يمارسها. خلاص اديله بعض الحقوق ان هو يقدر ايه يمارسها، من اهم الحقوق اللي هو يكونكت
خلاص يكونكت ويشتغل اس كيو ال لمين؟ لاحمد. يبقى انا كده عملت ايه؟ اديته حق ان هو يعمل ايه؟ كونكت. عملت، قال لي طب ماشي، قلت له طب معلش تعالى رجعني تاني واعمل كونكت. تعالى يا عم احمد، 1 2 3 واعمل كونكت. قال لي ولا، هو اصلا بيضرب عشان كان نوت اوبن يوزر ديفولت داتابيز، يعني هو اليوزر ديفولت داتابيز مش لاقيها اساسا، هو مش قادر يفتح اللي اليوزر. احنا عملناها ديسكونكت في الاول. هي اليوزر ديفولت داتابيز ايه مشكلتها؟ حضرتك دلوقتي داخل على اللي هي سبورت، بص ابدا ماشي ده اسم الدومين، اليوزر بص مكتوبه صح ماشي. طب قلت له مين يوز؟ احنا يا دكتور عملناها ماشي ماشي، نعمل الالتر الالتر لوجن كده. ماشي خش احمد، 1 2 3 اه كده فتحها صح. خلاص هو ماستر لازم، عشان هو ماستر اللي المختص ان هو بيتكلم جوه اليوزرز واللوجنز كلها والكلام ده كله. ماشي ماشي اوكي، دي جرانت. نعم انت قصدك اللي هو كان المفروض ان هو لو كان يجي يفتح داتابيز، بص مش مسموح ان هو حتى يفيو الداتابيز، فاهمني؟ يعني حتى الداتابيز سكور از نوت اكسسبل، مش من حقك انك تخش عليها، فاهمني ازاي؟ فهو ما يبقاش من حقه اي داتابيز يفتحها خالص، لكن بمنع عنه حاجات معينه لا بديله، وممكن امنع عنه زي ما هنشوف دلوقتي. خلاص ماشي اوكي، بس ممكن نديله صلاحيات، ممكن ناخد منه صلاحيات، يعني مثلا عشان نديله مثلا صلاحيات، احنا شفنا كونكت ودي اديته صلاحيات الكونكت، ممكن اقول له جرانت مثلا يكرييت اني داتا بيزز او كريت ان داتا بيز لاحمد. يبقى كده احمد بقى من حقه ان هو يعمل ايه؟ كريت داتا بيز. قبل ما اعمل كده لو كنت عملت كده كليك يمين وقلت له نيو داتا بيز ده من جوه احمد، ها وسميتها تيست دي بي احمد وحاولت اكريت الداتا بيز، ها اكسبشن والباش كريت داتا بيز بريميشن دينايد، خلاص بيقول لك انت مالكش حق بكده يعني. خلاص قلت له اوكي. طب لكن لو انا جيت دلوقتي وعملت ايه؟ وانا عايز اوريكم كده برضو بالجمله، قلت كرييت داتا بيز سميناها تيست دي بي احمد، عملنا اكسكيوت. احنا كده مش داخلين باحمد، سوري، بس انا نفذتها على مين؟ على اللي فوق، فاهمين بالكم؟ نفذتها باليوزر ده، ما نفذتهاش بالايه؟ اليوزر ده. فقلت له كرييت داتا بيز دي بي 1، قال لي ايه؟ كرييت داتا بيز بريميشن دينايد، ما تقدرش تاخد صلاحيه الصلاحيه دي. قلت له ماشي، انا دلوقتي خد بالك مش احمد هو اللي بيدي لنفسه الصلاحيه، ده مين؟ ده اس ايه هنا، كان اس ايه، فاس ايه من حقه ان هو يكريت اي داتا بيز، فكريت، فاس ايه دلوقتي هيدي جرانت لاحمد انه يقدر يكاري الداتا بيز. قلت له اكسكيوت، قال لي كوماند كومبليت سكسس. لو رحت هنا بقى عند مين؟ فين بقى اللي كان احمد؟ احمد راح فين؟ ايوه اهو يا عم، لما كنت بقول له كاري الداتا بيز دي بي 1 كان رافض، دلوقتي لما يجي نعمل اكسكيوت قال لي ايه؟ كوماند كومبليت سكسس، خلاص هو ليه حق ان هو يكاري الايه؟ يكاري الداتا بيز. فهمنا الفكره؟ طيب بس بقى فاضل انت تتعلم ايه بقى؟ مجموعه من الايه؟ مجموعه من البرميشنز اللي موجوده. يعني مثلا احنا لما كنا بنحاول باحمد نفتح نورث ويند او سكول او تيست دي بي او اي داتابيز، كله ممنوع 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 ممنوع. ممكن مثلا اقول له ايه؟ مثلا والله ممكن يفيو اني داتابيز، اديله ان هو يتفرج يا عم، خليه يشوف. خلاص فقلت له كده اكزكيوت، قال لي اوكي. قلت له طب ماشي تعالى عند احمد نعمل بس نفنش،
خلاص وافتح داتابيز نورث ويند كانت مقفوله افتح شفت ولكنه عبرنا. ايه بقى اللي حصل؟ ما واخد يا عم ان هو فيو يا عم. ايه؟ عملنا كده عملنا كله السيرفر ذات نفسه المفروض بكل اللي جواه يعني. طب دي بي 1 عشان هو اللي عاملها لكن هو مش مفتوح له غير اللي هو هيكريته يبقى يفيو ليه بس. يبقى هو كده بيفيو اللي هو ايه؟ اللي هو كريته. لا ملوش اي حاجه في اي حاجه اصلا. احنا لسه كريتين قدام عينين بعضين. انت ايه يعني حاسسني ما كانش ليه؟ ما احنا عاملينه قدام عينينا اهو. انا عايز اكريت يوزر وعايز يعني تقريبا ليه كل الصلاحيات ما عدا 2 3 انا كده هقعد ابني كل الصلاحيات. حاجه اسمها رول. حاجه اسمها رول. هنتكلم على رول. ار ار او ال اي ال اي رول. خلاص كده هنتكلم عليها كمان شويه. المهم طيب في امر كده عم نتذكره كان اسمه view any definition عشان هو يشوف اي حاجات برضو قديمه نشوفها يشتغل. لا عشان هو كده المفروض يبقى ليه حق ان هو يشوف الحاجات اللي هي الايه مثلا اديته الحق ده وجيت انا عملت ريفريش راح داتابيز ولا عبر يبقى مش ديفينيشن. خلاص هو كده بس وصف بس توصيف بس ماشي. لكن ممكن بس انا عايز اوريه حاجه جوه نورث ويند مثلا. يعني عايز اخليه يفتح نورث ويند مثلا جدول برودكتس عشان هو ده اللي بيتعامل معاه مثلا. فاهمين الفكره؟ ماشي جرانت. ماشي ممكن اقول له جرانت ان انا ادي له مثلا جرانت سيلكت. مش عايز ادي له غير سيلكت يعني ما يقدرش يعمل انسيرت ولا ابديت ولا ديليت. فاهمين الفكره؟ اون وحدد مثلا اون نورث ويند دوت دي بي او دوت برودكتس. خلاص كده ان هو ليه حق ان هو ايه يعني جرانت سيلكت بس على الجدول ده. تعال نعمل له اكزكيوت كده. يعني ايه كونكت عليه الاول لما اديته كونكت؟ كان نوت فايند اوبجكت اسمه برودكت. انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول جرانت كونكت على نورس ويند الاول وبعد كده نديله هو ده تاني كده برضه. المفروض ان انا لما اقول له جرانت يعني وادي له حق ان هو يسلكت حاجه من جوه فالمفروض ان هو يبقى شايف. يعني لو انا جيت عملت كده يوز 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 نورث ويند وجرانت سيلكت. خلاص اون نورث ويند دوت اي برودكتس تو احمد. تعال نعمل اكزكيوت. انا عارف ان هو مش شايف. عارف والله ان هو مش شايف. هو اصلا بيقول لي كان نوت فايند ذا يوزر احمد اساسا. ايوه عشان احمد مش موجود جوه نورث ويند هو موجود جوه ماستر. ماستر هو دلوقتي شاف اللي شاف اليوزر ده على ماستر بس. قلت له ماشي. لو انا جيت قلت له على نورث ويند كريت لي اليوزر ده يعني كريت لي اللوجن دي على نورث ويند ذات نفسها. خلاص
فاهمين اللي اقصد ايه؟ يعني هيكريت لي اللوجن دي على الداتابيس دي. بيقول لي احمد موجود على الداتابيس دي؟ التر يعني. اقول لي بقى النورث ويند مش شايف. قال لي كده شايف. خلاص؟ قلت له بقى كده خد بالكم انا خليته بقى ينود نورث ويند وخليته التر اللوجن دي تبقى شغاله على الديفولت داتابيز نورث ويند. خلاص؟ يعني هو دلوقتي شغال على داتابيز اسمها نورث ويند دي. قلت له ماشي بس ورينا الاول احنا جربنا كذا مره كنت بتقول لي ما بيشتغلش. خش كده على النورث ويند كده. ولا الاول شفت بقى؟ قبل ما تعمل التر كان برضه بقى لك هو موجود كان نوت اوبن يوزر ديفولت داتابيز بس. كلها متسجله تلاش. لا انا التجارب تمشي بدل ما انت كنت تروم. واصلا اللوجن اصلا ضربت ذات نفسها عشان عملنا نورث ويند. بقيت بتعمل لوجن اصلا ما بقاش قابل انك تعمل ايه. والديفولت داتابيس بتاعتك انا مش قادر اشوفها ومش قادر يعني اتعامل معاها يعني. ممكن تقريبا كده ان انا كنت مسمي او كانت متسميه مش انا اللي مسمي. الداتابيس نورث ويند دي مش متسميه بالاسم دوت في الفايلز بتاعها. يعني ليها اسمين. يعني الاسم هنا كده كان اسم وكان ليها في الملف اسم تاني تقريبا. حاجه كده يعني. حاجه كده لا طب خلينا في ماستر ماشي. طب انا عايز اعرف لو انا اديته مثلا ان هو يشتغل على داتابيز اللي اسمها تيست حاجه لو اكزكيوت هو كده شافها اهو. ما كانش بيرضى يشوف نورث ويند صح؟ لان نورث ويند كان تقريبا ليها اسم مختلف. كان ليها اسم مختلف. طيب على العموم عشان نتاكد تعالى نعمل ايه؟ عملناش كده ايه؟ يعني مش فوق ماستر ولا تحت نورث ويند؟ عملنا هو ما كانش بيرضى وانا هو ما رضاش برضه ما تقلقش. ما تستعجلش. خلاص؟ برضه مش قادر يشوف الديفولت داتابيز. ماشي خليها ماستر ونرجع تاني لموضوع ان احنا نخليه نديله الصلاحيه ان هو يشوف حاجه جواها. فاهمني؟ يعني هو خلاص ماشي هو دلوقتي شغال على الماستر عادي. عايزين نجرانت ليه سيلكت على جدول البرودكتس. يعني جرانت فيو ان داتابيز على احمد مش عنده مشكله. طب يعمل كونكت تاني باحمد. عملنا كونكت ماشي. مدينه ايه يشوف اي داتابيز. لو يا جدو هي تيست كان فيها حاجه اصلا. تيست داتابيز كان فيها حاجه. كان فيها ديبارتمنت صح. طب ماشي جرانت سيلكت خلاص اون تيست دوت دي بي او دوت ديبارتمنت. يعني يديله حق ان هو سيلكت على الجدول ده على ديبارتمنت ماشي لحمه جرانت كان نوت فاين. يعني تجربه كده معلش تعالى نخليه بس يعمل لوجن بس خلاص. خلاص ماشي احمد مش مشكله. ما حددنالوش ديفولت داتابيز لانه كان بيضرب كتير في الديفولت داتابيز صح. عملنا احمد 1 2 3 وكونكت. عمل كونكت. احنا اصلا مش محددين له ديفولت داتابيز اساسا صح. نعمل ريفرش بس كده. مش على داتابيزز از نوت اكسسبل ماشي. مش متاح ليك انك تفتحها. نعم احمد
كانت هو دي بي اي 1 دي بي 1 هيشوفها عادي بس انا ايه دي اللي هو كريت ماشي كل الفكره كلها ان انا عايز اخليه يبقى ليه حق ان هو يعني ان هو يشوف حاجه من داتابيس ثانيه. ما هو كارت دي بي 1 دي بي 1 هيبقى شغال عادي جدا, ولو كارت داتابيس ده كارت اي حاجه كارت تيبل بتاع الكلام ده هيشغل جواه عادي جدا يعني عادي يعني هيكارت داتابيس هيشتغل عليه عادي. يعني لو كنا فتحنا كده مثلا كريت داتابيس واحد يعني لو عمل كريت تيبل تيبل 1 وكولوم 1 وده انت وخلاص كده وعمل اكزكيوت مش جوه ماستر جوه مين جوه دي بي 1 خلاص وعمل اكسكيوت عادي كاريت كده جوه الداتابيس بتاعته اللي هو ايه اللي هو عايزه ويقدر يضيف ويعمل خلاص هو الداتابيس بتاعته هو هو كاريت بتاعته كريت اني داتابيس. لكن انا عايز بقى اديله صلاحيه من داتابيس اخرى يعني عايز الداتابيس الثانيه هي اللي تديله صلاحيه ان هو يشوف حاجه من عندها. لكن هنا مش هقدر اتكلم لان هو خلاص بقى الداتابيس بتاعته هو اللي مكريتها اصلا. تمام مش موجود على الجي اي موجود بس مش هيدينا ال فقلنا بقى ايه grant view server state خلاص تو احد هيديله ان هو يقدر يتابع حاله الايه database server بتاعته execute قال لي ماشي قلنا احمد 1 2 3 connect يا عم احمد عمل connect refresh عمل refresh يفتح نورث ويند قال لي لا يبقى سيرفر يبقى كنترول يبقى ايه مش فيو بقى نقول له جرانت كنترول السيرفر يتحكم في السيرفر اكزكيوت قال لي كوماندز كوميت سكسسفول تو كونكت احمد 1 2 3 ماشي كونكت عمل كونكت نفنش عمل نفنش خش على الداتابيز افتح نورث ويند اخيرا قدر يفتح الايه اه ده لسه الوقت تقول لي طب انا اديته الصلاحيه عايز ارجع في كلامي عشان الراجل طلع مش مظبوط اصبر بس خلاص. فالمهم احنا عرفنا يعني ايه فكره الصلاحيات وبتعطى ازاي. لو دلوقتي عايز اعمل ايه بقى جرانت سيلكت دي برضو هنرجع نفس موضوعنا اون نورث ويند صح دوت دي بي او دوت برودكتس دي برضو لسه المشكله اللي عندنا ان هو عايزين نخليه يقدر يبقى يعمل سيلكت على دي على حاجه معينه وعملنا اكزكيوت برضو ولا كانه شايف بس هو اوتوماتيك هنا بقى بيقدر يعمل سيلكت اصلا ان احنا ادينا له كنترول السيرفر ادينا له كنترول لمين مش كده ليه في الصفحات اه بس انا كنت عايز كده كنت عايز اديله يعني ايه حته واحده. طيب لو عملت ماشي 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 يبقى اقفل عليه كله واسيبه كل مشيتنا عايزين نديله جرانت على حاجه معينه ماشي. طيب ماشي ممكن نبص نعمل كليك يمين كده ونبص على الصلاحيات بتاعتنا بيرميشنز كليك يمين كده نقول له نخش على بيرميشنز وادي عم احمد خلاص احمد كل الجرانتس بتاعته اللي هي كونكت اس كيو ال وكونكت على السيرفر كريت اني داتابيز خلاص فيو اني داتابيز فيو اني ديفينيشن فيو سيرفر ستيت ايه ايوه طب ويز جرانت اوبشن وديناي هنرجع بكريت دي دي ال انا عامل كريت انا عايز ريفيو حاجه معينه. طبعا دي البرميشنز كلها ايه برضو حاططها لنا نوت او كل اللي بقى ليه فعلا في كحق يعني يعني هنا الصلاحات كلمه اكسبليست يعني معناها انت الصلاحات انت اديتها له بشكل مباشر خلاص. لكن في الحقيقه لما اجي اقول له فيو سيرفر ستيت دي مش صلاحيه واحده اصلا بيبقوها شويه حاجات انت خدت اديتها له ضمنيا
يعني ضمنيا كده بقى ليه حقه كذا وكذا وكذا وكذا. لو دخلت في افكتيف دي بقى نقطه ايه الحاجات اللي هو بقى اوتوماتيك بقت ليه، زي مثلا كرييت اني كونكشن، كرييت اني كريدنشال، داتابيز اند بوينت، كل الحاجات دي بقت اوتوماتيك. بتضم جواها اكتر من ايه، اكتر من حاجه. فدول كلهم اللي موجودين تفصيليا، دي البيرميشنز اللي موجوده تفصيليا يعني. كريت يوزر، احنا كريتنا اللوجن على السيرفر، كريت يوزر اللي اسمه احمد. كنا كريتنا اليوزر بعد ما كريتنا اللوجن، خلاص كنا ناسين ان احنا كريتناش اليوزر بعد ما كريتنا الايه، بعد ما كريتنا اللوجن. طب ماشي، لسه في نفس الموال اكزكيوت، وكان بيدي كوماند كومبليت سكسسفولي اصلا. لا ما كانش بيدينا سكسسفولي، كان بيدينا ايرور صح. احنا كنا عاملين لوجن وما كناش عملنا له يوزر، عملنا دخول بيوزر نيم وباسورد بس ما كريتناش يوزر لليوزر نيم وباسورد. فهنا جمله صحيحه بس احنا اللي دخلنا لوجن فعملنا في دماغنا على طول عملنا لوجن مع يوزر يعني. فخلاص كده يوز نورس وانس جراند سيلكت اون برودكت. طيب ماشي، طب احنا عايزين نشيل اللي احنا اديناه له، عايزين نريفوك اللي احنا قلناه. بس احنا عندنا في السكر سيرفر بيقول ديناي، خلاص اللي هو كنترول، معلش بقى كنترول سيرفر تو احمد ديناي لي، خلاص شيل الحته دي. قال لي ما في حاجات تانية بقى، على 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 مين؟ على ماستر. قلت له على ماستر، ماشي ماشي على ماستر، ماشي يوز ماستر وديناي الايه الكنترول سيرفر لعم احمد. قال لي ماشي، انتوا عايزين نرجعه لوضعه الطبيعي وفي حجمه الطبيعي. خلاص كونكت كده رجعناه ورا قوي. خلاص بس احنا الوقت ثواني، عشان احنا بس مكريتين له يوزر، فكنا قعدنا نجرب وادينا له بيرميشنز كتير صح. تعال نبص على الحاجات اللي هو واخدها اصلا. انا رابع ادينا ما بقاش ليه غير كونكت اس كيو ال بس. هو المفروض في عنده فيو، فيو ان داتابيز وفي ديفينيشن وفيو سيرفر ستيت. لا انا شلت من، بص عامل ديناي على فيو ان داتابيز، بس مش عايزين كده. كنترول سيرفر ديناي ماشي، كريت ان داتابيز وكريت حافظين فيو ان داتابيز بس. قلت له ماشي يعني. عموم لو قلنا له جرانت فيو اني داتابيز لاحمد، عملنا اكزكيوت، قال لي كده تمام. قلت له ماشي كونكت، ما اعتقدش احنا غيرنا حاجه. 1 2 3 احنا اديناه كونكت ان هو يشوف الداتابيز. مالها اللوجن؟ احنا عاملين اللوجن سليم اهي، مفيش مشكله. والتر يوزر اللي اسمه احمد، مفيش مشكله على 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 ماستر. حاسس ان هو متكريت يعني. ماشي كريت يوزر احمد شغال. كل ده على ماستر. من كاريت لوجن وبعد كده كاريت للوجن دي يوزر، خلاص. او نكاريت يوزر ولوجن الاثنين بنفس الاسم. لوجن اللي هو واحد يعني يوزر نيم وباسورد، خلاص. وبعد كده بتعمل تبني يوزر يبقى مرتبط باللوجن دي نفس الاسم ده، وبعد كده يبقى تدي الصلاحيات لمين؟ لليوزر. فاوتوماتيك يبقى اي حد بيخش باللوجن دي بقى ليه حق ان هو ياخد الايه البرميشنز دي. خلاص كده. طيب لو عندك هنا اكزكيوت جرانت فيو ان داتابيز لاحمد، بس هو في الحقيقه ما بيقدرش ايه يكونكت اساسا، لازم يكونترول السيرفر. طب ما كنترول السيرفر تدي له كل حاجه. نكاري توزر جديد عالي 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 عالي، كريت يوزر عالي. ما عندكش. بص قال لي ايه، علي از نوت ا فاليد لوجن، ما عملتلوش لوجن، فاعمل اللوجن يكون اسمها علي. معلش كريت
ماشي. بعد كده لازم يكون بقى عندك يوزر بنفس الايه على نفس ال ايه طب انا لو جيت عملت كده مثلا يوز نورث ويند وكريت يوزر علي على النورث ويند فاهمين الفكره؟ اهو ماشي. ما قاليش لا بس الاوركل ليه فكر مختلف. الاوركل ليه فكره برضو مختلف يعني مش بالشكل اللي انت شايفه ده. لا الاوركل السكيما واليوزر متطابقين كده عمل لوجن ماشي كده عمل لوجن. انا كريت اليوزر على النورث ويند ماشي. افتح دي بي 1 ما بيشوفهاش ماشي. طب نورث ويند شاف كده صح. انا يعني كده عملت ايه يوز نورث ويند وكريت اليوزر اللي اسمه علي على مين؟ على نورث ويند. دخلت تيبلز ما فيش اي تيبلز. حلو حلو ايه بس قدر يشوف لا هي بقى عنده زي سكيما لانه انا قلت له عارف النورث ويند قال لي ايوه عارف. قلت له كاريت اليوزر علي عليها في داتا جوه في داتا جوه مش موجوده اهي مش شايفها ماشي بس هو مش شايفها ولا دي سكيما كده خطيره. لا في داتا جوه هو مش شايفها ليه تعتبر سكيما فاضيه خلاص بس مش الداتابيز نفسها لان هنا في فرق بين الداتابيز وبين السكيما. لا خد حق ان هو يخش عليها بس هي نفسها هي هي يخش عليها لكن مش قادر يشوف ما لسه ما خدش بيرميشن ان هو يشوف اللي جواها. يعني المفترض دلوقتي ما اجي اقول له ايه اقول له جراند سيلكت اون البرودكتس تو علي خلاص. فاقول له نور يوز نورث ويند واقول له ادي صلاحيه السيلكت على جدول البرودكتس اللي عليه. وصل عليه مش قادر ايه بجد. وحتى قبل دي لو انا جيت قلت سيلكت استرسك فروم برودكتس لعلي طبعا انا داخل بعلي دلوقتي عملت اكزكيوت جاب مش علي. قلت في ايه تجننونا ماشي خش هنا واعمل نيو كوير على ده فين عايزه ايوه علي على اللي هو بتاع ده نفس المايه. بس قال لي كده ايوه سيلكت بريميشن ووز دينايد. انت ماكش بريميشن انك تخش على الموضوع ده. قلت له جميل قوي خد بالك السكيما دي بي او والداتابيس اسمها نورث ويند والاوبجكت اسمه برودكت واليوزر اسمه علي. فرق ما بين المعاني. طب قلت له ماشي دخلني على فين ده؟ يا عم لا ده بس الكليك يمين وافتح فايل وافتح فايل مش مشكله خالص ملناش نرجع. انا بقى عايز اديله جرانت دي خلاص. جرانت سيلكت اون برودكتس تو علي تو اكزكيوت الكوماندز كومبليت سكسسفلي. روحنا بقى بالفايل اللي كان مفتوح بتاع علي. ما ده الفايل اللي كان مفتوح بتاع علي سيلكت اس فروم برودكتس اعمل سيلكت جابها جميل قوي. نعم هو برودكتس بس عايز كمان نعمل ريفرش يعني كفيجوال يعني ماشي كفيجوال دي تفتح التيبلز ما فيش عندك غير جدول الايه. طب ماشي بس ظهر لي ما تيجي نحذفه خدنا بالنا من القضيه. لو جينا قلنا له ديليت فروم برودكتس امسح من جدول برودكت اكزكيوت قال لي انت الديليت اصلا مالكش بيرميشن عليها مش قال لي بقى ممنوع مش ممنوع. دخلنا في الشغل ده هي ليفل